فضيلة الشيخ محمد أبو بكر في حضرة برنامج اسأل مع دعاء، ونحن في حضرته بعد غياب لمدة أسبوعين وبعد تعافيه من كورونا اللعينة. الحمد لله على السلامة وألف سلامة، ونورتنا يا فضيلة الشيخ. سلمك الله من كل سوء ومكروه، وأسأل الله العلي القدير أن يعافينا وأن يعفي عن جميع مرضى الناس أجمعين، وأن يمد هذا الشفاء لكل مريض، اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. إحنا طبعا يعني سعداء أننا بنرجع في رحاب القرآن الكريم والآيات والصور في جزء عامة. وصلنا لسورة اقرأ، كنا خلصنا سورة التين، واقرأ أول أربع آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. صدق الله العظيم. سعادة بالله من كل شيطان، وبسملة بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. الساعة بتاعتي دي، أيوة، لو أنا عايز أشيل الحلقة دي من النص ينفع ألبسها؟ ممكن. إزاي؟ ممكن تتلبس إزاي؟ الساعات ممكن. إزاي؟ إنما أي حاجة تانية لا، لو شلتها هتتفرط. لا، زي عقد اللولي بقى، إنما الساعات ممكن، إنما يعني كذلك القرآن الكريم لو شلنا اجتزأنا. أيوة، اجتزأنا. حلوة كلمة اجتزأنا دي. لو قطعنا حتة وقلت للست دعاء اشرح الحتة دي لوحدها، الست دعاء بدل ما هي تمشي على طريق النور تروح لطريق الظلام والتطرف والإرهاب وضياع الدين وتدمير الأخلاق. قول اللي انت عايزاه. وليه أنا بدأت البداية دي؟ لأن حضرتك ذكرتيني أن احنا كنا واقفين عند سورة التين. آخر آيتين في سورة التين يا ست دعاء، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه بقى؟ خلي بالك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. لما تقرأيها أو تسمعيها أو تقرأيها في الصلاة لازم تقولي بلى وأنا على ذلك لمن الشاهدين. ما هو بيسألك أليس الله بأحكام الحاكمين، تقولها إزاي؟ بلى، تقولي كده وانت في دماغك الصلاة. يعني لا حضرتك، ده دلوقتي أنا بقرأ إيه؟ أنت هتضيف على الصلاة. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. فكل اللي سمعني في الاستوديو يقول بلى وأنا على ذلك لمن الشاهدين. لو في الصلاة ورايا يقول بلى وأنا على ذلك لمن الشاهدين. والكلام ده الإمام قبل ما يركع يقول بلى وأنا على ذلك لمن الشاهدين. هو يا ما هو ده إضافة. خلاص للصلاة. دي مش إضافة، ده جواب للسؤال القرآني. خلاص يا ست دعاء، ماشي، صلي على الحبيب بس. صلى الله عليه الصلاة والسلام. انت بتقول طيب. حاجات غريبة برضو يا فضيلة الشيخ. هنقول في الصلاة ازاي حاجة جملة برا الصلاة برا القرآن؟ مش برا الصلاة. هي الصلاة لغة الدعاء. فكل ما في الصلاة دعاء. ماشي. وكل ما في الصلاة من أمور تخدم الصلاة فهو في داخل الصلاة. زي اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. صح. زي اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. لو في حضرة إمام قام لخامسة وانت كبرتي له اللي وراه كبروا له وسبحوا له وما أمشي، يعني برضك مصر، فواحد بيتبرع واحد بس يقول له لقد قمت لخامسة وجوه الصلاة وتمشي. طبعا مش تمشي، ده من أحكام الصلاة،
دي من جوه الصلاة، دي كلام تحتاج إليه الصلاة. خلاص كده ماشي ست. بلى وإننا لمن الشاهدين. بلى وأنا على ذلك لمن الشاهدين. خلاص كده ماشي. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب.